Ich liebe so richtig gesagt, der hier. بتاعتلك؟ اسمع من مرات بلاتي سيدي باري، لا اول مكالمه هي انت. يلا بدينا بك باش ما ندوخش. واش انت هضرتي معايا البارح الصون عطيتيني النمره ديال السيد ولا ما عطيتينيش النمره؟ لا يلا بغيت نعطيك النمره وتقطعي. اوكي مرحبا بك، صافا كلشي مزيان؟ الحمد لله الله يحفظك. بلاتي شوف انا صافا الحمد لله. بلاتي شوف فيني هادي البارح ما كانش مشكل. عاودي لي من الاول، سميتك حسنه؟ من مراكش. شحال في عمرك؟ 21 سنة. اها المن باغا ديري هاد التيست؟ اسماعيل من ورزازات. شحال في عمرو؟ 34. اها شحال نتوما سمعي مع بعضياتكم؟ 3 سنين. بحال هكاك 3 سنوات. شنو العلاقة اللي كتجمعك به؟ حب. ما خاطبك ما والو؟ لا باقي. يلاه راه ليا النمرة ديالو. صفر صفر ستة. بليس واحد. ولكن بليس واحد اختي مكانش في المغرب، مكانش في المغرب. فين عايش هو؟ من أمريكا. سمعتي البارح فين كي قلتي البارح؟ في أمريكان؟ فيرجينيا واشنطن. هادي النمرة ديالو دوبل زيرو واحد بليز واحد. يا هاديك زيدي. اها عاودي لي النمرة. اها زيدي بلاتي 240 128، ماشي 728. ركزي. زيدي يلا ديك هاد النمرة فيها لابي نورمال. اوكي امتى كانت اخر مكالمة بينك وبينه ولا اخر ميساج؟ العشية. عندهم دابا 6:30 ديال العشية اللي عندهم دابا. ياك ما باقي خدام ولا شي لعيبة؟ صافي. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذ اسماعيل هذا. تحياتي لك. كيدير هذا الراجل؟ لاباس عليك بخير؟ الله يطول لي عمرك. كيدير كيدير؟ نعم شنو قلتي؟ والله الا الحمد لله ونشكره كل شيء على خير. كيدير انت؟ كيدير مع الدنيا كل شيء غادي مزيان؟ نهار كبير هذا. ياك ما مشغول ياك ما اتصلنا بك شي وقت ما صح لكش تهضر؟ وا شويه وصافي. ياك هو غادي ناخذ ان شاء الله من وقتك واحد دقيقه ولا جوج. واخا شكون عيب هذا؟ غادي ناخذ بعدا ان شاء الله من وقتك دقيقه ولا جوج. ممكن؟ مرحبا. الله يطول يا عمرك. دابا نقدروا نهضروا معاك. معايا اسماعيل مغربي من مدينه ورزازات، مستقر في امريكا، سن 34 سنه. هذه المعلومه صحيحه؟ لا ما تعطينا حتى شي معلومه. قلت لك انت سميتك اسماعيل من ورزازات، مستقر في امريكا، والسن ديالك 34 سنه. واش هذه المعلومه صحيحه فقط؟ راه كنتصلوا بك من الراديو، من الراديو سي اسماعيل. ما بغينا منك والو، ماشي ما تمشيش غلط دوك اللي كيقول لك حك التعبئه ولا ربحتي. احنا عندنا لك واحد السوبريز بمناسبه عيد الحب من عند واحد الانسان انت وياها في علاقه حب. اوكي اوكي انا نقدم لك راسي. معاك مصطفى الناقوس، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. انت حاليا دايز معنا على المباشر في الراديو على اثير يونا والموجه 96.04. فايت لك سامع بهذا البرنامج؟ عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ فايت لك سامع بهذا البرنامج؟ عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ الو واش اسماعيل؟ السلام عليكم. واش كتسمعني سي اسماعيل ولا لا؟ كنسمعك. وي سمعتي شنو قلت لك ولا ما سمعتي والو؟ لا والله مازال ما سمعت. يلا ركز معايا حيت غناخذ من وقتك واحد دقيقه ولا جوج، عندنا بزاف المكالمات الله يرضي عليك كيتسناو. قلت لك جانا اتصال من عند واحد البنت، اوكي هي اللي عطاتنا الرقم ديالك وهاد المعلومات باش نتصلوا بك.
قالت لي هي كاينه هي مغربيه حتى هي كاينه في امريكا، قالت لي بلي انت وياها كتجمعكم علاقه حب، وبمناسبه عيد الحب اللي بقات ليه 6 ايام بغات دير لك واحد السوربريز، وعندها شي هضره في حقك بغات تبوح لك بها من خلال البرنامج ديالنا. انا غادي ندوزها لك سي اسماعيل نص ساعه تهضر معاها بلا شك. كنظن راك عرفتيها شكون. كنظن راك عرفتيها شكون. يلا شنو الاسم ديالها وبلا ما تذكر الكنية، الكنية ما تقولهاش غير الاسم فقط. فاطمة خليك معايا نشوف السيستيم. خليك معايا فاطمة، فين عايشة؟ فعلا فاطمة اللي متصلة بينا السي اسماعيل. لحظات وغادي ندوز عليك. اوكي خليك أوكي، خليك معايا ما تقطعش. حسنا تحت السنين باش حسيتي؟ اها باح وفكر. يلا سي اسماعيل الو. فاطمه هي كتسمع لك، شنو شي كلمات بغيت تقولها ليها قبل ما تهضر معاك استاذ؟ دابا راه كتسمع لك. زيد لا شي كلمه زوينه في حقها مثلا، كان بغيك توحشتك انت ان شاء الله هي الحياه ديالي شي حاجه بحال هكا. واش نوريوك السي اسماعيل؟ يلا راه كتسمع لك باش ندوز لك تهضر معاك. شي كلمه في حقها شي. نعم شنو كتشوف فيها بعد انت من هنا واحد العام ولا عامين ان شاء الله؟ كتبان ليا كتبان ليا سي اسماعيل الناس ديال ورزاز كيحشموا، كتبان ليا كتحشم بزاف النيت. واش وياني؟ يلاه هضري معاه. لا لا هضري معاه. الو السلام عليكم. عليكم السلام، مبروك عليك. الله يبارك فيك. عرفتي؟ لا انا الله يكون عليكم بالخير. شكرا. يا لا تسلم عليك. وانت نقول لك بلاتي يا لاله، واش عرفتي شكون كتهضر معاك اسماعيل ولا ما عرفتيش؟ ها؟ عرفتي هادي شكون؟ عرفت شكون؟ ها؟ هادي اللي كتهضر معاك شكون؟ حسنا. اييه شنو كتجيك حسنا؟ ها؟ ها؟ شنو كتجيك حسنا؟ صافي صافي بلا ما تكمل. شنو كتعني لك؟ شنو كتعني لك حسنا؟ خليك على لحظة. وي شوفي 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 دابا راه ما قلت شي حاجة. قال لي واحد المرأة كاينة في أمريكا قلت ليها فاطمة، ما قلت ليك هي حياتي ولا هي حبي ولا كنبغيها ولا شتي عرفتي؟ شنو كتعني لك حسنة؟ شنو كتعني لك حسنة؟ حياتي. وفاطمة؟ فاطمة صديقة ديالي كنعرفها. نو 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 قلت لك بينك وبينها علاقة حب، قلت لي أييه عرفتها. قلت لك شكون؟ قلت لي فاطمة. لا 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 سنت سنت. لا 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 ما بيناتنا والو الصراحة، غير حنا أصدقاء وصافي. حسنا كنتي كتسمعي؟ كنسمعك. بغيتي تقول لي شي حاجة أخي؟ شنو بغيت تقول لها قمة بلوكي؟ شكرا بزاف سمح لي. بلاتي شي بغيت نقول شي حاجه قبل ما غادي تبلوكي السي اسماعيل، بغيتي تقول شي حاجه قبل ما غتبلوكي؟ ماشي مشكل، الا بغيتي الا بغات تبلوكي ماشي مشكل. هي واش بغيتي تقول شي حاجه قبل ما تبلوكي؟ ها؟ واش غتقول شي حاجه قبل ما تبلو؟ حيت ما قلت شي حاجه انت. هي ما قلتي قلتي كل خير، غير واش بغيتي تقول هي هي. واش بغيتي؟ فاطمه حسنا بغيتي تقول شي حاجه قبل ما تبلوكي؟ شكرا. تحياتي لك سي اسماعيل، مع السلامه. الله يخلي لك فاطمه. شكرا مع السلامه. مرحبا حسنا باش حسيتي مش عايز تقطعش. بدايه صعيبه باه امريكان. خليك في مراكش، خليك في مراكش. شداك لشي امريكان، اشداك لشي امريكان. دوز المكالمه.